باب مفتوح وميت موضوع أقول بوضوح رسول الله وعلم الكون في شخص يكون فداه الكون حبيب الله تشوف أصحابه نفس الروح عباد الله وفين مطروح تلاقي الدين في أخلاقهم ومين تابع وكان تابع مكانهم جنة عنوانهم شباب ورجال شداد شجعان يخاف الموت يقابلهم ويجي الليل في صمت الناس تلاوة وذكر تجمعهم فمنهم من بقى قائد جيوش إسلام وصار فاتح ومنهم من بقى عالم رياضة وطب كان ناجح ومنهم من بقى قاضي ميزان العدل وسطينا ومنهم من بقى حاكم بدين الله يحابينا سنين عدت ونفس الناس تشوفهم ناس بتتكرر أسامي وعمر تتغير ونفس الروح بتتكرر أجدادنا علمونا العبادة علم وعمل أخلاق وحياة بيهم تحس بسعادة كانوا قدوة في كل شيء اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وحلقة جديدة يعني مش عايز أقول حلقة أخيرة خلاص بنقرب للختام وبنقرب للآخر بس المرة دي معانا ثلاثة وثلاث نساء في حلقة واحدة ثلاث نساء والثلاثة يجمعهم نفس الاسم عائشة 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 بنت سعد بن أبي وقاص عائشة بنت طلحة بن عبيد الله عائشة بنت عثمان بن عفان قبل ما أدخل في الثلاثة عايز أبدأ بفكرة وإحنتوا زي ما أنتوا شايفين إحنا كل الحلقات الحقيقة أنا مش حاسس إن إحنا قدمنا قصص قد ما قدمنا قيم أو قول إحنا عملنا غزل غزلنا القصص في القيم والأخلاق والمعاني وهو ده الهدف فجمعنا الاثنين مع بعض علشان نقدم مع التابعين بهذه الطريقة قصص لم نسمعها من قبل على أبطال تجعلنا ننتمي لتاريخنا ونفخر بتاريخنا وفي نفس الوقت معاني وقيم كبيرة المعنى اللي أنا عايز أبتدي بيه النهاردة واللي له علاقة بشدة بالتلاتة خلق في كلمة واحدة خلق غالي قوي 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 خلق الوفاء الوفاء هل انت وفي هل انت حريص ان انت تكون بتتعامل مع اصحاب الفضل عليك بوفاء يا ترى انت وفي للاساتذه اللي علموك يا ترى انت وفي لاصحاب الفضل عليك فاكر الراجل اللي وقف جنبك زمان انت وفي مع ابوك وامك لا انت وفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انت وفي مع الله صدق ان انت ممكن تشوف الحياه كلها من خلق الوفاء هل انت وفي ولا لا وخلي بالكوا الوفاء له علاقة بالسعادة وله علاقة بالإيمان يعني إيه له علاقة بالسعادة؟ الوفي سعيد عارفين ليه؟ ما هو مديون مش في واحد مديون الفلوس مش دين الفلوس ده هم بالليل وذل بالنهار اللي عليه دين بالنهار مهموم بالنهار مذلول من الديانة وبالليل مهموم طب صدق إن هم المعروف كذلك دين المعروف هم كمان هو كمان خلي بالك لأن اللي مديون بمعروف ما ردوش لما يروح يقابل اللي عمل له المعروف مثلا في عزا ولا في فرح وانت ما ردتلوش الوفاء تبقى مكسوف منه مش عايز تروح واحيانا تعرف انك رايح ان هو رايح ما تروحش ووشك يتملي خجل لانك مديون مديون وما دفعتش دين المعروف مش اقل من دين الفلوس هدف حلقه النهارده تطلع ورقه وقلم وتقلب في الموبايل بتاعك وتشوف أصحاب الفضل عليك وما يطلعش عليك العيد إلا وإنت مكلمهم يا فلان إنت صاحب فضل علي أنا بشكرك معلش أنا أتأخر أنا بقالي سنين ما طلبتكش ولا شكرتك أنا غلطان ربنا يخليك على اللي إنت عملته معايا زمان إنت صاحب فضل علي مرة كنت بزور صديق في 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 جدة في السعودية وعامل عزومة وهو من الأغنياء ما شاء الله وعازم أصحابه وناس لقيت في الصف الأول ناس شكلهم مختلف عن بقية أصحابه هم
شباب في الأربعينات، لقيت اللي في الصف الأول ناس في أواخر الستين، فشكلهم مختلف وقاعدين بشكل وقور وهو محتفي بيهم قوي. فسألته مين دول؟ قال لي دول أساتذتي اللي كانوا بيدرسوا لي في ثانوي، لا يمكن أعمل عزومة كبيرة إلا وأعزمهم في الصف الأول. الله، شايف الوفاء؟ شايف الوفاء للأستاذ؟ يا ترى الوفاء لأبوك وأمك إيه بقى؟ وعلى فكرة معلش حاجة تانية، زي ما الوفاء له علاقة بالسعادة له علاقة بالإيمان. ليه؟ شوف حديث النبي يقول لك إيه؟ حسن العهد من الإيمان. يعني إيه حسن العهد؟ الناس اللي كان بينهم عيش وملح، الناس اللي وقفوا جنبك، إنك تحافظ على العهود الحلوة لأصحاب الفضل، ده دليل إنك مؤمن. شوفوا دين حلو قد إيه؟ يربط إنك تسأل على الناس اللي أحسنوا لك يخليها إيمان. إيه علاقة الإيمان؟ أنا أعرف الإيمان قراية قرآن وصلاة وركعتين ودعاء. لا، حسن العهد من الإيمان دليل إنك مؤمن، إنك بتسأل على أصحاب الفضل عليك. والله يا جماعة هتلاقي لها حلاوة في قلبك. جرب بس كده بعد ما تخلص الحلقة دي، امسك التليفون. آه فلان، يا ده وقف جنبي وقفة، يا فلان أنا بشكرك. بعد ما تخلص التليفون معاه شوف هيحصل في قلبك إيه. ترمومتر الإيمان فجأة فوق، والله العظيم يا جماعة، وجربوها. تحس إنك محترم، تحس إنك وفي. بس تاني هرجع وأقول نفس الكلمة، بالذات مع أبوك وأمك، أعلى الوفاء أبوك وأمك. الراجل بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله، أبويا مات، هل بقي لي من بر أبوي بعد موتهما شيء؟ خلاص برتهم وهم أحياء. قال نعم، ست حاجات. يعني تخيلوا وهم عايشين، لا بعد ما يموتوا ست حاجات. ها، الصلاة عليهما تقعد تدعي لهم، ها، والاستغفار لهما، ثلاثة، وإكرام صديقهما، يا أصحابهم تسأل على أصحابهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يعني إيه؟ أصحابهم قرايبهم اللي المفروض هم كانوا بيسألوا عليهم تسأل على قرايبهم. ها، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، لو كان لهم وصية، لو طلبوا منك شيء، لو حتى مش وصية مكتوبة، وصلية وصيتك على أختك، وصيتكوا على المصنع ما تبيعهوش وتتقسمه، وصيتكوا تفضلوا حبايب وإخوات، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، كل دون يعني إيه؟ مما أمرك به النبي. لدرجة أن عبد الله بن عمر أبو عمر بن الخطاب بعد موت عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر ماشي في الشارع كده فلقى أعرابي جاي في وشه. عبد الله بن عمر راكب البغلة بتاعته والدنيا حر فلابس العمامة بتاعته، فلقى الأعرابي داخل عليه فقام نازل عن البغلة وقال له اتفضل اركب. نزل عن البغلة وقال له اتفضل اركب، وقام قالع العمامة ولبسها له. فالناس قالوا له أنت إيه اللي أنت عملته ده؟ قال لهم أصل الأعرابي ده أبوه كان صديق أبويا عمر بن الخطاب، فحبيت أكرم عمر بن الخطاب في قبره، فتوددت للراجل ده عشان يفرح عمر بن الخطاب ببر لي في قبره. تخيل أنت أخبارك إيه مع بر أبوك وأمك؟ إحنا النهاردة مع ثلاثة من التابعيات، الثلاثة اسمهم عائشة، العوائش الثلاثة. عائشة والتلاتة خلي بالك يجمعهم حاجات كتيرة. اشمعنى اخترت التلاتة دول عشان التلاتة اسمهم عائشة؟ لا، ده في 100 حاجة تجمعهم. التلاتة اسمهم عائشة، التلاتة أبائهم من الصحابة الكبار من العشرة المبشرين بالجنة، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وعائشة بنت عثمان بن عفان. والتلاتة أغنية جدا، لأن التلاتة أبائهم كانوا أغنية جدا سايبين لهم ميراث عالي. والتلاتة علماء. يعني ايه علماء؟ يعني يقعدوا الرجاله يتعلموا منهم، يعني زي ما انا بدي الدرس دون كان يقعدوا في المسجد ويتجمع حواليهم الناس يتعلموا منهم. الثلاثه؟ لا، لسه في حاجه تانية. والثلاثه شديد الوفاء للاب، شديد الوفاء للاب، حب عجيب لابائهم الثلاثه. فلقيت ان الحلقه هتتماسك اكتر لما احكي قصه ثلاث بنات، ثلاث تابعيات، ثلاث نساء، تلات عوائش، تلات ولاد صحابة، تلاتة من العشرة المبشرين بالجنة، تلاتة علماء، تلاتة أوفياء، اللي هو هدف الحلقة. تعالوا نبدأ القصة من الأول. القصة من الأول مش من مولدهم، القصة من الأول إن كانت خلفة البنات حاجة مكروهة عند العرب. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هي خلفة البنات، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شوف بيحكي الحالة الشعورية، حتى المزاج، حتى شكل الوجه للي خلف بنت. ظل وجهه مسودا، القرآن بيحكي على العرب قبل الإسلام، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أيمسكه على هون؟ يعني يفضل ماسكها عنده في البيت بس يهنها؟
أم يدسه في التراب؟ شوف الوصف القرآني الدقيق. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، تخيل من أعراض يوم القيامة، السماء بتتشقق والجبال بتتزلزل والأرض والمية بتتحول إلى نار يوم القيامة، من ضمن اللي بيحصل يوم القيامة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. حرام إنها اتقتلت. أنا بقول الكلام ده علشان أقول لكم إن خلفة البنات عند العرب كانت حاجة صعبة قوي، لغاية ما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقام قايل من كانت له ثلاث بنات فيكرمهن ويعلمهن ويؤدبهن كن له حصنا من النار أو وجبت له الجنة. قلنا يا رسول الله وإن كانت اثنتين، تخيل كانوا بيوئدوا البنات دلوقتي بيقولوا طب لو ما جبناش ثلاثة طب ينفع واثنين؟ قال وإن كانت اثنتين. قالوا والله لو قلنا له وإن كانت واحدة لقال لنا نعم، ولكننا استحيينا أن احنا نطلب أكتر من كده. تخيل النقلة الرهيبة من ناس بتوئد البنات لناس بتتمنى تخلف بنات علشان تنجيها من النار. بس خلي بالك مفتاح الثلاث بنات دول اللي أنا بحكي قصتهم النهاردة، التابعيات دول، هم حديث النبي الدون من كان له ثلاث بنات فيعمل إيه؟ يرحمهن ويعلمهن ويؤدبهن. ها احفظهم الثلاثة، يرحمهن، التلاتة رحموا البنات. هتلاقي حب عجيب، سعد بن أبي وقاص بيحب عائشة بنت سعد حب غير عادي، عثمان وعائشة بنته حب غير عادي، يرحمهن ويعلمهن. آه عشان كده التلاتة طلعوا علماء، ده الصحابة نفذوا حديث النبي بالظبط، يعلمهن. مش دلوقتي في الريف تبص تلاقي نسبة الأمية بين البنات ثلاث أضعاف بين الولاد، يقول لك ما هي مش مهم تتعلم، ده انت بعيد عن النبي جدا. ولو حد سمعني دلوقتي من القرى وهو ما بيعلمش بنته، انت بعيد عن رسول الله، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، روح علم بنتك. نسبة الأمية بين البنات في بلادنا رهيبة. ليه؟ مش مهم، ما هي هتقعد في البيت، لا 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 احنا ما عندناش بنات تتعلم، ده النبي بيقول لك كده. من كان له ثلاث بنات فيرحمهن، مش يتاكل الميراث بتاعها بعد ما تموت، بعد ما يموت ابوها واخوها ياخد الميراث ويقول لها بحافظ لك عليه ما هو عندي، بدل ما يجي راجل غريب ياخد ارضنا مننا. فيرحمهن ويعلمهن ويؤدبهن، الاخلاق اللي يؤدبهن مش يضربها، يؤدبهن يحافظ على اخلاق جميله. يبدو ان سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله وسيدنا عثمان بن عفان حافظوا على الثلاثه. تيجوا نبدا بمين؟ انا بتكلم عليهم مجملا يعني، نبدا بمين؟ نبدا بعائشه بنت سعد بن ابي وقاص. مين ابوها؟ لا أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبوها أول واحد رمى بسهم في الإسلام. أبوها فاتح القادسية، آخر معركة في الانتصار على الفرس. أخوها اللي النبي قال عليه مستجاب الدعوة. أبوها اللي النبي الوحيد قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. الناس كلها بتقول للنبي فداك أبويا وأمي، الوحيد اللي النبي قال له ارميهم يا سعد، ارميهم بالنبال في غزوة أحد عشان كان بيدافع عن النبي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. الله، أنت متخيل كمية النياشين اللي محطوطة على كتاف سعد بن أبي وقاص، كمية الألقاب، كمية التقدير، يعني طب أنت بقى عملت إيه؟ معلش أنا بتكلم عن البنات الثلاثة صحيح، بس مش قادر أعدي سعد بن أبي وقاص أبو عائشة إلا مسألك أنت عملت. أرجوك أعمل حاجة، حاجة بس تقابل بيها ربنا، تاخد بيها لقب، تاخد بيها جايزة، تبقى عملت حاجة. شفت كم حاجة قلتها على سعد؟ المهم سعد بن أبي وقاص خلف سبع عيال، أصغرهم عائشة. لما مات سعد بن أبي وقاص كان عندها 13 سنة، وهي اتولدت سنة 33 هجرية في زمن سيدنا عثمان بن عفان، بس هي عمرت طويل قوي قوي، يعني هي آخر بنت من بنات الصحابة وفاة، لدرجة أنها كانت بتقول ما عدا على وجه الأرض من بنات مهاجر ولا مهاجرة إلا أنا، ما عادش في حد فاضل غيري أنا. بس تصدقوا أن هي كانت واخدة نية، وهي اللي كانت بتدعي أن ربنا يطول في عمرها؟ إيه إزاي؟ أصل سعد قبل ما يموت جابها وقال لها يا بنيتي لي من الأولاد غير الكثير، منهم من عمل بالتجارة ومنهم من خرج مجاهدا في سبيل الله، أما أنت فقد وهبتك للعلم. هم الصحابة كانوا مهتمين بالعلم كده؟ تاخدين بالكم يا جماعة من ساعة ما ابتدينا البرنامج كمية كلمة العلم اللي عمالة تيجي والاهتمام بالعلم وقيمة العلم؟ أظن أياميهم ما كانش فيه لا شهادة ثانوية عامة ولا كان فيه عشان تتجوز البنت لازم تاخد شهادة، ما كانش فيه كده، كان فيه حب للعلم، عشان كده نهضوا، علشان كان الهوى
زي أهميته أهمية إن أنا أتعلم. صعبان عليا قوي تبقى تبقى الأمة بتاعتنا أمية وسعد بن أبي وقاص، وبالذات في البنات، وسعد بن أبي وقاص جايب بنته عندها 13 سنة في القرن الأول سنة 33 هجرية يقول لها وهبتك للعلم، وإحنا دلوقتي ما بنعلمش أولادنا والأمية بتزيد. صدقوا إن سعد بن أبي وقاص مات والبنت بقت تدعي يا رب طول في عمري لأنشر العلم. إيه ده؟ ليه؟ عشان أبويا وصاني بكده. يا عم ده الآباء بتموت دلوقتي وتبقى موصية أولادها المصنع تشتغلوا فيه مع بعض، يشتموا بعض ويدخلوا قضايا مع بعض ويجيبوا ويجرجروا بعض في الجرايد وسيرتهم تبقى على كل لسان، والأب كان قايل غير كده. سعد بن أبي وقاص ما كفاهوش إن هو وصل بنت، لا ده عمل حاجة تانية. عارفين عمل إيه؟ بقى ياخدها ويقول لها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقع، وهنا عمك حمزة بن عبد المطلب قتل وحشي قتله هنا، وهنا حصل كده، لدرجة إن هي بتقول كان أبي يعلمني مواقع النبي كما يعلمني الحرف من القرآن، زي ما يقولي قولي ورايا بسم الله الرحمن الرحيم، ها قولي ورايا فين النبي وقع، تقوم قايلة له هنا. فطلعت أكتر الصحابة اللي عارفة، وبعدين خدها من إيدها سعد بن أبي وقاص وراح للسيدة عائشة يعني بطلب منه، قال لها ممكن تعلمي البنت دي؟ هي بتقول اتعلمت على ايد ستة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي ستة عملية قوي عائشة دي، يعني تقول للسيدة عائشة ها اوصفي لي بالظبط النبي كان بيتوضى ازاي، ما تقوليليش كلام فرجيني، يقوموا جايبين المية تقول لها كانت المية توصل لغاية هنا، وبعدين كان يخلل أصابعه كده هو. صدقوا يا جماعة كل تفاصيل السنن احنا عرفناها عن طريق عائشة. عائشة مين؟ مش السيدة عائشة بنت، مش السيدة عائشة زوجة النبي، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. صدقوا كان في واحد اسمه ربيع الرأي، ربيع الرأي ده أستاذ الإمام مالك، وربيع الرأي بيموت الإمام مالك بيقول له لما أنت تموت أروح أخد العلم من مين؟ قال له روح لعائشة، هيتعلم على إيد واحدة ست؟ أيوة. قال له أروح لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص؟ قال نعم. عائشة ملئت علما، دي مليانة علم. يا نهار أبيض، أنا عائشة والعلم صناعة أبوها، صناعة سعد بن أبي وقاص. وبعدين هي روي عن النبي 270 حديث، البخاري بيقول ما وجدت امرأة أروي عنها الحديث وأنا مطمئن كعائشة بنت سعد بن أبي وقاص. تعالوا نكمل مع عائشة بنت سعد بن أبي وقاص بعد الفاصل. مليون مبروك. يا سلام عليك، جايزة بعشرين ألف ريال يا رنا. ألف ألف مبروك. جوائزنا هالسنة غير، 30 سيارة شفرليه ترافيرز، أيضا جائزة يومية بقيمة 20,000 ريال من الاتصالات السعودية، وكل يوم 10,000 ريال، وأيضا LCD. أرسل SMS بكلمة حروف على الأرقام التالية حروف وألوف، ورمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم، وبنكمل قصص ثلاثة من العوائش، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، عائشة بنت عثمان بن عفان. الثلاثة بيجمعهم صفة واحدة كبيرة قوي، بيجمعهم حاجات كتيرة بس أهم صفة في وجهة نظري الوفاء، الوفاء الوفاء للأب. عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وسعد بيموت قال لها وهبتك للعلم فأوصيك بالعلم وأوصيك بحاجة عجيبة قوي، أن تحيي ذكرى أباك بين المسلمين. كأن سعد نفسه أن يفضل معروف بين المسلمين. تخيلوا كل الأحاديث اللي اتحكت عن سعد بن أبي وقاص واللي أنا ابتديت بيها الكلام اللي حكياها عائشة، صدقوا أنها كانت بتدعي يا رب أطل في عمري كي أحكي عن أبي وأنشر علم رسول الله. أنتم متخيلين هذه المرأة وصلت لفين؟
قد ايه المراه كانت كبيره قوي في عالم المسلمين، امراه معلمه. الامام مالك بيتعلم على ايد واحده ست ويجيب ورقه وقلم يقعد يكتب ورا واحده ست ويقعد قدامها كانه تلميذ. الامام مالك اللي هي الملكيه، الفقه بتاعه يعني احد المذاهب الاربعه الكبرى، متعلم على ايد واحده ست، مش عيب. امال ليه بقى عيب عندنا؟ ايه المشكله فيه؟ احنا اللي فاهمين غلط. عائشه بنت سعد بن ابي وقاص نموذج اول وحياة طويلة، ماتت سنة 117 هجرية، هي اتولدت 33 هجرية، يعني عاشت كذا و80 سنة، وبتدعي يا رب طول في عمري عشان أفضل أحيي ذكرى أبي وأنشر العلم عشان أبقى حققت وصيته. أنت وافي لأبوك كده؟ يعني يا ترى أبوك عايزك إيه؟ أبوك عايزك ناجح وأنت بتسقط كل سنة، فين الوفاء؟ فين الوفاء؟ لأي درجة أنت وافي؟ ممكن تراجع بند الوفاء في حياتك؟ يا اخو يا ترى الناس بتقول عليك ايه؟ بيقولوا اخس ده ولا عنده جنس وفاء. صحيح كلنا بنغلط والحياه بتاخدنا، بس نقدر النهارده ان احنا نغير، يعني تخلص الحلقه دي حلقه اعتبرها كده بدايه وفاء. ها هنعمل ايه؟ اول ما تخلص الحلقه تليفونك ابدا بمكالمه، يا فلان ربنا يخليك، يا امي عايز ابوس ايدك. طب ايه رايك تخلص الحلقه وتروح تبوس على راس ابوك او تبوس ايد امك من باب الوفاء، ولو مزعلهم في حاجه توقفها. طيب يبقى كده اول واحده عائشه بنت سعد بن ابي وقاص. طيب الثانيه مين؟ عائشه بنت طلحه ابن عبيد الله. وما ادراك ما طلحه؟ ها احد العشره المبشرين بالجنه. النبي مديله ثلاث القاب، ثلاث نياشين، النبي مسميه طلحه الخير، طلحه الجود، طلحه الفياض، والثلاثه كل واحده من الثلاثه سماها له في معركه من المعارك. في غزوه احد لقى سهم بيترمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاص وهو واقف جنب النبي قام عامل ايه؟ قام حاطط ايديه، قام السهم جه في ايده فشلت يده، تخيل. فالنبي يوميها سماه طلحه الخير. وبعدين في غزوه حنين عمل ايه؟ لقى المسلمين ناقصهم سلاح كتير، راح دفع نص فلوسه واشترى سلاح اداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سماه طلحه الجود. وبعدين في غزوة تبوك لقى الجيش طالع بس معهوش أكل كتير، فمزرعته هو غني، مزرعته مليانة إبل، ذبح الإبل اللي في مزرعته علشان المسلمين ياكلوا طول ما هم طالعين في المعركة، فالنبي سماه طلحة الفياض. طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الفياض، يا سلام، ثلاث نياشين على كتافه. طب أنت النبي ممكن يسميك إيه؟ يعني تفتكر النبي كان بيدي لكل واحد من الصحابة لقب؟ أبو بكر الصديق، خالد سيف الله، أبو عبيدة أمين الأمة، طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الفياض. تفتكر النبي يديك لقب إيه؟ يعني في حاجة أنت مميز فيها تستحق إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت؟ تتخيل كده لو قابلك يوم القيامة يقول لك أنت هشام الخير، أنت يسميك إيه يا ترى؟ يسميك إيه؟ يسميك عبد الرحمن الفضل، معرفش. يا ترى انت هتتسمى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادى في طلحه، ده ابوها، انت بقى فين من طلحه بن عبيد الله؟ طب قرب شويه ولا اعمل حاجه. طلحه بن عبيد الله مات شهيد في موقعه الجمل في العراق، وكان مخلف ولاد كتير ومخلف بنات، لكن كان في بنت عندها 3 سنين اسمها عائشه، اصغر بنت ما لحقتش تفتكره غير عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. عائشة بنت طلحة ما لحقتش تفتكر أبوها، بس طلحة وهو بيموت يبدو أنها أخر العنقود، فكان متعلق بيها قوي. وهو بيموت بعد ما السهم جاله وصى، فوصى أولاده بكذا، وصى بلاده بكذا، وصى بتقسيم تركته كذا، وصى وصى وصى، وبعدين التفت وقال لهم وأوصيكم في عائشة أن تتعلم العلم. والله العظيم انا صعبان عليا حالنا، انا كل ما بسمع الكلام ده انا بتوجع. هي الناس دي، هو العلم كان، خلي بالكم يا جماعه، النبي ابتدى بامه اميه، حد يصدق في 30 سنه تتحول لامه تعشق العلم؟ يبقى احنا شكلنا واحنا دلوقتي كل قضيتنا الشهادات 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 ودرجات في الامتحان، واللي ما بيتعلمش وتلت الامه اميه ومحدش بيقرا كتب. نقدر في 30 سنه لو خدنا الهمه لامه تعشق العلم، وان شاء الله كلماتي دي مش هتروح في الهوى، هيطلع جيل يحب العلم. ادى الوصيه دي، يا ترى ابائنا وهم بيموتوا وصاياهم هتتنفذ؟ ها يا جماعه، فاكرين؟ فاكر وصيه امك؟
ويا أمهاتنا فاكرين وصية جدك؟ يا ترى الوصية بتتنفذ؟ وصاهم وهو بيموت البنت دي تتعلم، وعلى اللي حصل بقى حطوا من فلوسه عشان البنت تتعلم، وكل ما تكبر يقولوا لها أبوكي طلحة اللي النبي قال عليه كذا، اللي النبي قال عليه كذا، اللي وصاك إنك تتعلمي. وطلعت البنت على فكرة عائشة بنت طلحة من أجمل نساء العرب، يعني لا من أجمل نساء العرب، يعني بيقولك لم يشهد، والله بيقولك كده، لم تشهد أرض الحجاز امرأة أجمل من عائشة بنت طلحة، وكانت عارفة أنها جميلة وفيها عيوب على فكرة. عارفين من عيوبها إيه؟ كل ما تتجوز واحد هي حاسة أنها جميلة جدا جدا جدا، فيعني سريعة الغضب على الزوج، يعني تتقمص بسرعة لأنها مدركة فبتقلب على طول، فما بتستمرش في جوازاتها كتير، هي عارفة أن هي حلوة قوي. وقد يكون ده عيب أنها بتتعامل كده، لأن التابعين مش ملايكة والتابعين مش مثاليين، بس النقطة التانية اللي فيها أنها راحت اتعلمت وبقت من أشهر المحدثين اللي بيروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، وغنية جدا جدا جدا، فكانت تطلع من فلوسها تنفق بالألاف في اليوم الواحد، فيقول لها كتير قوي، تقول لهم عايزة أقرب من طلحة الخير، عايزة أقرب من طلحة الفياض، فبتقلد أبوها وفاء، وراحت اتعلمت العلم وفاء. ومش كده وبس، لها قصة جميلة جدا، هي ما شافتش أبوها، حلمت مرة وهي عندها 30 سنة، يعني بعد موت أبوها مثلا ب 28 سنة يعني ولا حاجة، لأن هي اتولدت لما هو مات كان عندها 3 سنين، حلمت حلم، أبوها اتدفن في البصرة شهيد، حلمت حلم إن أبوها بيناديها في الرؤية بيقول لها يا عائشة أنا في خير حال لكن الماء يؤذيني. ماء إيه؟ إيه يعني إيه لكن الماء يؤذيني؟ فسمعت الكليان فسألت أبويا مدفون فين؟ قالوا لها في البصرة. قالت لهم هي في المدينة، قالت لهم أنا طالعة الآن، جهزت الخدم والأقارب وقافلة بفلوس، أنت متخيل، علشان أبوها قال لها في رؤية أو شافت رؤية كذا، وطلعت لغاية البصرة وقالت لهم اكشفوا عن قبر أبي، فكشفوا فإذا الجسد زي ما هو، فعلا الشهداء يعني كشفت القبر، الجسد زي ما هو لكن في نشع مية جاي من تحت، من سرداب من تحت الأرض عمال يخبط في جنبه اليمين، فطلعت من الرؤية حق، فبنت اشترت أرض ب10,000 درهم ونقلت الجثمان لهذه الأرض، وجت جنب الأرض دي وبنت مسجد كبير عرف بمسجد طلحة بن عبيد الله، وبعدين رجعت المسافة دي كلها بعد ما أنهت المهمة من البصرة إلى الشام مرة أخرى، إلى المدينة مرة أخرى، كل ده وفاء لأبوها. أنت وفي أبوك يا أمك يا أخي، أمك دي اللي أنت دلوقتي بتعاملها وحش، أمك دي كان عندها أحلام كتيرة في الدنيا لما كانت شابة صغيرة، تنازلت عن كل أحلامها علشان حلم واحد بس هو أنت، تخيل، تنازلت عن كل أحلامها عشان حلم واحد بس هو أنت، وبعد كده تعاملها وحش، فين الوفاء يا أخي؟ بالله عليك تخلص الحلقة دي وتجري على إيد أمك، تبوس إيد أمك وترضيها وتعتذر لها، شايفين الوفاء يا جماعة للآباء؟ طب فين، طب لا مش كده وبس، فين الوفاء لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك؟ هل انت وافي للدرجه دي؟ انا في موقف الحقيقه وانا بحكي قصه عقبه بن نافع نسيت احكيه. عقبه بن نافع ده وهو طفل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابه، وعقبه كان لسه عنده 9 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رايت رؤيا. ايه يا رسول الله؟ رايت اننا في دار عقبه بن نافع، وأنه يطعمنا ويأتينا برطب، تمر رطب من رطب المدينة. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ إيه تفسير الرؤية دي؟ قال سيكون له شأن كبير يعلو به في الإسلام لرفعة ومجد. تخيلوا أن الولد سمع الكلمة دي، شوف النبي بنى عنده في الخيال هتعمل حاجة كبيرة وقدره، صدق أنه هو كل بطولات عقبة بن نافع وهو بيفتح شمال أفريقيا يقول إيه؟ لأحقق رؤيا رسول الله، يعني عايز رؤيا رسول الله تبقى حق وتصدق وفاء لرسول الله، أنا بنتصر عشان أحقق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وفي كده لرسول الله؟
انت اخبار الوفاء معاك ايه؟ لهذه الدرجة ممكن تكون وفي؟ عائشة بنت سعد بن ابي وقاص والوفاء لابوها، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله والوفاء لابوها، وكان قمة الوفاء العلم، وقمة وفاء عائشة بنت طلحة بن عبيد الله العلم والإنفاق زي أبوها، عشان تطلع زي أبوها بتنفق كتير. على فكرة هي خلفت 4 ولاد، الكبير سميته طلحة، وفاء عجيب للأب، حب عجيب للأب. التانية بقت تدعي يطول عمرها عشان تفضل تحكي عن أبوها، عائشة بنت سعد. وعائشة بنت طلحة سمت أكبر ولادها طلحة. طلحة ده اللي هو ابنها بيحكي عليه البخاري وابن حجر، ابن حجر اللي شرح صحيح البخاري، يقول رأيت طلحة ابن عائشة والله ينفق المال كأنك تسمع عن طلحة بن عبيد الله، يقول كان جدي طلحة الفياض، وكانت أمي وفية لجدي، وأنا وفي لأمي وجدي. إيه رأيك في الوفاء؟ والله الوفاء ده يا جماعة به الدنيا تتصلح، لو كل واحد وفى لأصحاب الفضل، بالذات لأبوه وأمه، بالذات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التالتة والأخيرة وفية أيضا بس من نوع مختلف، عائشة بنت عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان برضو هنقول مين عثمان، كلكم عارفينه بقى، الخليفة الثالث وأحد العشرة المبشرين بالجنة، و و و و وذو النورين، الوحيد في البشر اللي اتجوز ابنتي نبي، ما حدش اتجوز الأولى وبعدين توفت وبعدين تزوج الثانية، رقية وأم كلثوم. هو اتجوز بعديهم كتير بعد ما ماتوا وخلف كتير، لكن عائشة دي مختلفة عن الآخرين. سيدنا عثمان قتل، وقتل شهيد، وقتل سيدنا عثمان والمتمردين اللي قتلوه محدش خد له بالقصاص منهم، وفضلت المشكلة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، امتى هناخد بالقصاص من اللي قتل عثمان بن عفان؟ طب مين، طب هو خلف ولاد كتير، خلف ولاد كتير، مين اللي وقف وقال دم ابويا انا مسؤول عنه لغايه ما يجي؟ عائشه بنت عثمان. بس هي برضو بتحب العلم، بس هي ما اتعلمتش، يعني مش ما بتعرفش تقرا وكتب، لكن مش من العلماء. مش من العلماء؟ لانها اتفرغت لقضيه ابوها. انتوا متخيلين البنات بيحبوا ابائهم ازاي؟ يعني على راي المثل فعلا، اللي ما خلفش بنت ما خلفش، فوقفة أكتر من ولاد عثمان بن عفان. وتروح لمين؟ تروح لعلي بن أبي طالب، أين دم أبي؟ فعلي بن أبي طالب يقول لها لما تهدأ الفتنة يجي معاوية بن أبي سفيان، تقوم رايحة مسافرة الشام لمعاوية بن أبي سفيان، أين دم أبي؟ والله لو شاء أبي لطاحت الرؤوس، لكنه أبى أن يقتتل المسلمين، أريد دم أبي. هو أبي لو عايز كان زمان الرؤوس اتقطعت، بس هو مرضيش أن الدماء تقوم، فين دم أبويا؟ فضلت تخيله، بيقول لك بقيت عائشة بنت عثمان تطلب دم أبوها 30 سنة، لدرجة أن معاوية بن أبي سفيان بعد بقى ما استقر الأمر ليه وبقى هو الخليفة نزل يزور مكة والمدينة، فوقفت في الطريق قالت أنت صرت أمير المؤمنين، أين دم أبي؟ فقال لها طب ممكن نتكلم مش أمام الناس؟ انتوا متخيلين من قوتها؟ أم قايلها ايه معاوية بن أبي سفيان؟ طب ممكن نتكلم مش أمام الناس؟ فقال لا أقدر، خدها على جنب فعلا وقال لها لا أقدر على الناس الآن، ولكن أفعل المستطاع، فأعينيني ولا تقلبي الناس. انتوا متخيل قوتها عاملة ازاي؟ لكن هي بتحب العلم برضو، بس ما عندهاش وقت تبقى عالمة، فبقت بتعمل، عارفين السبونسر شيب، يعني تعمل رعاية لطلبة العلم، تدفع من فلوسها علشان يتعلموا على حسابها. فطلع 3 من تلاميذ ابن حجر العسقلاني هي اللي معلماهم على حسابها، دول العوائش الثلاثة. واحدة دعت يطول عمرها عشان تحكي قصة أبوها، والتانية كرم أبوها وتعلمت العلم رغم أنها ما شافتش أبوها وراحت لقبر أبوها آلاف الكيلومترات، والتالتة فضلت شايلة موضوع دم أبوها على كتافها 30 سنة هي اللي بتتحرك بيه. أنا وصلت للنهاية النهاردة، لكن أولاً البنات والعلم، ثانياً أمة تقدس العلم لازم تنهض، وأمة عايزة الشهادة والدرجة وخلاص لازم تفضل في الحضيض. النقطة الثالثة أو الدرس الثالث، الوفاء. طب هنعمل إيه النهاردة؟ أنا عندي فكرة للوفاء جميلة أوي. أنت عارف مشكلة الوفاء إيه؟ إن إحنا بننسى. مين صاحب الفضل؟ فات 5 سنين نسيت. مين مدرسي بتاع ثانوي؟ يلا ما أنا فاكر. مين فلان اللي وقف جنبي؟ نسيت.
مين اللي علمني؟ مين اللي حببني في الدين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء. طب انا عندي فكره حلوه قوي للوفاء للي عايشين، يعني ممكن تعمل حاجه حلوه قوي. هات التليفون بتاعك واعمل كود مخصوص واكتب عليه كلمه وفاء، يعني الكود ده الستة سبعة دول، وفي الاعياد لازم تتصل بيهم. طلع كده في التليفون كود وفاء وتكلمهم النهارده، النهارده اول ما تخلص الحلقه، والله هتحس بحلاوه ايمان غير عاديه. انت صاحب فضل عليا، انا بشكرك. بس تليفون وشوف كده قلبك كده واحترامك لنفسك واحساسك ان كان عليك دين ورديت الدين دون. انا ما اعرفش حد كان وافي الاباء بالذات قد البنات التلاته دول، عائشه بنت سعد بن ابي وقاص، عائشه بنت طلحه بن عبيد الله، عائشه بنت عثمان بن عفان. انا وصلت لنهايه الحلقه، يعني ربنا يفتح عليكم ويغفر لنا، يتقبل منا رمضان، يجعل رمضان الاعوام القادمه خير وبركه علينا، يجي العيد وربنا قد غفر لنا ورضي عننا. انا النهارده هتقابل معاكم على النت على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.